في المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا فراها الصدو بستشوار لم جلدي دوام. لا جوري سيونوهم. النوع 39، معرفة الصحابة. قشتنا بشي بينجم لو دا بشكرنيك لمعرفة الصحابة كدوتي. الخامس، لا يعرف أب وابنه شهدا بدرا إلا مرثد وأبوه، إلا مرثد وأبوه، أبو مرثد ابن الحسين الغنوي. هج باكو كرك بجداريا كدبيلا بدر دا نبون إلا أم صحابي كناوي إيه ناوي مرثدة وأبو مرثديش ابن الحسين الغنوي. قلت أغرب من هذا ما أخرجه البغوي في معجم الصحابة. لم أشغل تلك الرويدة بكرباوك كلا بدلا بشداريا كذبه لمعجم الصحابة بغويه نابتي. قال حدثنا ابن هانئ، قال حدثنا ابن بكير، قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن معنى ابن يزيد بن الأخنس السلمي شهد هو وأبوه وجده بدرا. كابود وكي كذب السير هو وأبوه وجده بدرا. قال ولا نعلم أحدا شهد هو وابنه وابن ابنه، شهد هو وابنه وابن ابنه يعني الولد والأب والجد بدرا مسلمين إلا الأخنس. أكره مثلا نشيش على الصفي كفار وبيت مش برام وكم مسلمان سيكس إلا أخنس السلمين بيت هو وابنه وابن ابنه. وقال ابن الجوزي لا نعرف سبعة إخوة شهدوا بدرا مسلمين إلا بنو عفراء. عفراء ناوي أفرتا ناوي دايشانا إلا كركاني عفراء نبي هيج كسيقنية حوت كسبيك واوكو أم أليت بن جوزي بلا بن ومسلمان بن ولا بدر بجداريا كذبي معاذ ومعوذ وإياس وخالد وعاقل وعامر وعوف. قال ولم يشهدها مؤمن ابن مؤمنين إلا عمار بن ياسر. وهيش كسيكيش لبدر بجدارين كدوا خوي إيمان دار بي باوكو دايكيشي إيمان دار بو بيتن بو لبرو بدر زوبوا كسيك خوي باوكو دايكيشي مسلمان بو بيت و با يعني بجداري كذبت باوكو دايكيشي مسلمان بيت لبرو بداية إسلامه إلا عمار كري ياسر نبيد. قال ومن غريب ذلك امرأة لها أربعة إخوة وعمان يعني دو مام. ومن غريب ذلك امرأة لها أربعة إخوة أفرت كتوال بريهبي ودو مام شهبي شهدوا بدرا أخواني وعم من المسلمين وأخواني وعم من المشركين. يعني بوشيوا دوبرا وما ميشي مسلمان بنا دوبرا وما ميشي كافر بنا. وهي أم أبان بنت عتبة ابن ربيعة أخواها المسلمان هل دوبرا مسلمانكي بريتيب لأبو حذيفة بن عتبة ومصعب بن عمير، والعم المسلم معمر بن الحارث، وأخواها المشركة الوليد بن عتبة وأبو عزي وأبو عزيز، والعم المشرك شيبة بن ربيعة. ولا يعرف سبعة إخوة صحابة مهاجرون إلا بنو مقر، وسيأتون في النوع 43 لباس إخواد. يعني حوت بلا بن هل حوتيان صحابة بيت ومهاجر بن
إلا بنو مقر في الإخوة، وسيأتي في نوع 43 في الإخوة، وهناك ذكرهم ابن الصلاح، ويأتي ما عليه من اعتراض فإن أولاد الحارث بن قيس السهمي كلهم صحبوا وهاجروا وهم 7 أو 9 على خلاف، يعني أجر ثابت بك 9 أو كتابت النقد لسرق سكيك الله، ولا يعرف 7 إخوة صحابة مهاجرون شنك أولاد حارثش حرب الشيوان، ولا 4 أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم متوالدون إلا عبد الله بن أسماء بنت أبي بكر الصديق ابن أبي قحافة، يعني هيك كسيك جنية شواريك لنس لا 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 أولادي يكبن، يعني كرو باوكو بابيرو بابيري قورا، ولا 4 أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم متوالدون، أدركوا إلا سدمي في غنبره صلى الله عليه وسلم ببيتا إلا عبد الله كري أسماء نبي أسماء كشي أبو بكر الصديق و ابن أبي قحافة كابو عبد الله كري أسماء أسماء كشي أبو بكر أبو بكر شهر بوشي وكشي كري أبو قحافة، وإلا أبو عتيق محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي قحافة، هادو شي هنا لا هادو شان لأولادي لأحفادي أبو قحافة بلي. أبو بكر ناوي عبد الله يا أبو قحافة ناوي عثمان. قال شيخ الإسلام ابن حجر، وقد ذكروا أن أسامة بن زيد وتراوي شباسيا كدوكا أن أسامة بن زيد ولد له في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أسامي كري زيد وتراوى لا سدمي في غنبرة من دال ينبوه، فعلى هذا يكون كذلك أجر أسامة جوابت من دال يشبوه إلى سدمي في غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم أو كاتا أويش لبيت تشوارش، أدركوا النبي متوالدون إذ حارثة والد زيد صحابي شنك حارثش باوكي زيدي باوكي زيد يعني باوكي زيدي باوكي أسامة حارثة بابي دقوريان أويش مسلمانة أويش صحابية كما جزم به المنذري في مختصر مسلم وحديث إسلامه في مستدرك الحاكم، وكذا زيد وأسامة أقل راس بيت أسامة من دالي كان لحياة دابو بين حياة في غنبرة أوانيش تشوارن. قال وكذا إياس بن سلمة وهروها إياس بن سلمة بن عمرو بن الأكوع، الأربعة ذكروا في الصحابة، وطلحة بن معاوية بن جاهمة هروها طلحي كري معاوية كري جاهمة كري العباس ابن مرداس في أمثلة أخرى لا تصح أمشوايا بلان نموني تريش معنايا بلان مواني تر الله صحيحني. فوائد: ليس في الصحابة ولا التابعين من اسمه عبد الرحيم، لا نيو صحابة دا ذكسني ناوي عبد الرحيم بيت، ليس في الصحابة من اسمه عبد الرحيم بل ولا في التابعين، ولا من اسمه إسماعيل من وجه يصح، كسجني ناوي إسماعيل بيت بروايتك الصحيح ثابت بوبي، إلا واحد عليكم السلام إلا واحد بصري إلا يكسي ناوي إسماعيل بيت، روى عنه أبو بكر بن عمارة حديث لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر، يعني صلاة الفجر وصلاة العصر كما جاء مفسرا في صحيح مسلم، صحيح مسلم هذا تفسير بستي لو قبل طلوع الشمس وقبل الغروب يعني الفجر والعصر. النوع 40 جولي تشلهام لجوركان علوم حديث معرفة التابعين، ناسي نوي تابعين أوانيكا جيلي دواي صحابة
رحمتي خوان لبه هو وما قبله أصلان عظيمان معرفة تابعين ومعرفة صحابة أصلا لعلوم حديث بهما يعرف المرسل والمتصل واحدهم يعني واحد التابعين تابعي وتابع هذا مفرد تابعون تابعي وتابع قيل هو من صاحب الصحابية وقيل من لقيه فهذا تعريف كلا صاحب ولقي شنك لقي يعني مطلق الصحبة أما صاحب متبادر بالذهن شيئا أو يزور بيت وهو الأظهر بوي الله أمان أظهر تلك لروي علوم حديث ومقصود بيت النوع الأربعون معرفة التابعين رضي الله تعالى عنهم هو وما قبله أصلان عظيمان بهما يعرف المرسل والمتصل واحدهم تابعي وتابع واختلف في حده يعني في تعريفه صحابي تابعي شيء قيل أي قال الخطيب هو من صحب صحابيا ولا يكتفى فيه بمجرد اللقي يعني كسر هاولتي لقى الصحابة كذبت أو بيوت التابعي نتنها يكجار بيني بيت يا يكتران بيني بيت بخلاف الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم لشرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم لبر منزلي في غنبري خاص الله صلى الله عليه وسلم كسي يكجار بيني بيتي أبيب صحابي بلام تابعي نابي بتابعي يكجار صحابي بيني تنك أو منزلان النية شرفي منزلي أو النية كيكجار بيني بيبتي ببيب تابعي فالاجتماع به يؤثر في النور القلبي أضعاف ما يؤثره الاجتماع الطويل بالصحابي وغيره من الأخيار يعني أو كوب نوية لقل في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم يكجاري جبيت أو هو كاريكا شنك نوري قلبي تيايا بيته هو كاري أو إكاخ ببيت صاحبي منزليك هربا ببينك بلام چندين جاريش لقل كسيك يكتر ببينن صحابي لقل صحابيك إيان كسانيت لقل يكا أو عندزناك بم تعليلا يعني بو صحابي بو تابعي أبي مصاحبيها بلغة صحابي نجم ملاقات وقيل هو من لقيه وإن لم يصحبه وتعريف دوام ويكا أظن بس ملاقات تواوى كما قيل في الصحابي وعليه الحاكم قال ابن الصلاح وهو أقرب قال المصنف وهو الأظهر قال العراقي وعليه عمل الأكثرين من أهل الحديث فقد ذكر مسلم وابن حبان الأعمش في طبقة التابعين بو نمني أعمش يعني شنك أعمش لم يروي عن الصحابة يعني حديث نية بلام بنيوتي وقال ابن حبان أخرجناه في هذه الطبقة لأن له لقيا وحفظا رأى أنسا وإن لم يصح له سماع المسند عنه وقال الترمذي لم يسمع من أحد من الصحابة ابن حبان أخرجناه من هذه في هذه الطبقة أخرجناه في هذه الطبقة لأن له لقيا وحفظا إن شيء أخرجناه في هذه الطبقة إن لنا وأن دامنا رأى أنسا وإن لم يصح له سماع المسند عنه أخرجناه في هذه نك من هذه أغتا ليبا كورنية كور جوازة أعمش أو كسيك تشاوي زعيف بي أيوب يا بيت خارو. سيكال أخرجناه في هذه الطبقة نك من هذه الطبقة يعني اللنيء طبقي تابعين دام أنه بو لأن له لقيا ملاقاته وحفظا رأى أنسا وإن لم يصح له سماع المسند يعني الحديث المرفوع عنه وقال الترمذي لم يسمع من أحد من الصحابة الصحابين بيستوى
وعده أيضا فيهم الحافظ عبد الغني وعد فيهم يعني الحافظ عبد الغني يحيى بن أبي كثير يحيى شلا تابعين داناوة لكونه لقي أنسا، يعني مجرد اللقاء. وموسى بن أبي عائشة لكونه لقي عمرو بن حريث. واشترط ابن حبان أن يكون رآه في سن من يحفظ عنه أبي لا تكاتك أو كسببينت، يعني سن تمييز، فإن كان صغيرا لم يحفظ عنه فلا عبرة برؤيته، كخلف ابن خليفة عده في أتباع التابعين. وإن رأى عمرو بن حريث حتشن صحابيك شبينيوة بنابي عمرو كري حريث وبلام لكونه كان صغيرا بأتباع تابعين حسابيا كدوة خلف ابن خليفة. قال العراقي وما اختاره ابن حبان له وجه كما اشترط في الصحابي رؤيته وهو مميز. شون الصحابي شهر وثمان أقل طفل بيت حسابي بو ناكري إلا أبيلة شي بيت إلا أبيلة تميزها بيلة سلو تميزها. قال وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة والتابعين بقول طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى لمن رأى من رآني رؤيا نك مصحبة، فاكتفى فيهما بمجرد الرؤية. تنبيه: مطلق التابعي مخصوص بالتابع بإحسان. كاتغريت التابعي يعني كسيش مسلمان بشاكش صحابة وكذا، نكسي لسردمي تابعين دابي يعني شوني صحابة نكذا ودجمناتي لغا الصحابة يهبي يعني مسلمان نبي كابو تابعي أوي شون رن سلفي صالحي وسلفي طالحي. قالوا كي سلف متقدم رم لكاتي اصطلاحا السلف هم من تقدموك يا هم من تقدموا يتقدموك بالسن والفضل بفضلش وكسي كش كسلفي بيه بس شي بتشونا كبير بس صلاح يعني. فقال ابن الصلاحي مطلق التابعي مخصوص بالتابعي بإحسان. قال العراقي إن أراد بالإحسان الإسلام فواضح، إلا أن الإحسان أمر زائد عليه، فإن أراد به الكمال في الإسلام والعدالة فلم أرى من اشترط ذلك في حد التابعي، بل من صنف في الطبقات أدخل فيهم الثقات وغيرهم. مثلا سأقر كسك بيني لسدمي تابعين الجيابت بلان أهلي السنة نبيت بونمنا يرى رأي الخوارج يرى رأي القدر، هل هو تابعي أم لا؟ تابعي كابولي را عراقي قريش بردي بداتوا بلان تشوبو موضوعي كتير. يعني مطلق التابعي مخصوص بالتابعي بإحسان، على إن أراد بالإحسان الإسلام فواضح. فعلا نقول هل أميمة بستا كسكلا سردمي تابعين بيت. مثلا واحد في عصر التابعين رأى صحابيا لكن هو كافر لا يسمى تابعي، كما أن الكافر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى شيء صحابيا. أما أجر عليه أما إلا أن الإحسان أمر زائد، أما بلي إحسان شتيكي زيادة، شون كسي كبا إحسان شويني كسي ناكي أكري كافر بي وأكري مبتدي عيش بي. أي أجر كسي مبتدي بو فاسق بو بلان صحابي بيني بو تواني لتابعين دريكي دلوا ناتواني. الله فإن أراد به الكمال في الإسلام والعدالة دعي الله فلم أرى من اشترط ذلك في حد التابعي، بل من صنف في الطبقات أدخل فيهم الثقات وغيرهم. الثقات كلمة ثقات زيادة للعدالة، وكلمة ثقات نهينا مسألة ثقة يا غير الثقة أنجا الثقات زيادة للعدالة بس أوي كما بستيتي والله أعلم أويك
تابعي كسيكك مسلمانة مسلمانة با مبتدعش بيت با يرى يرى رأي القدري بيت التابعي شنك تابعية بلان للرؤية ويكوا مسلمانة للرؤية ويكوا يعني شوني يعني حكمي بولين حكمي تابعي في ذلك كاتشيا كراء الصحاب. أما من حيث الفضل باعتبار كونه فردا من القرون المفضلة أي فضليتي بو أغيرتها لا لم حيثيته توين دريكي تدروا لوانيا أقربلين ما بس فيشي اتباعي منهجي سلفة اتباعي الصحابة ممكن بيت ابن صلاح ما بس او بيت كسيق لسردمي تابعين اشترجيا بيت تابعيش بي وكو رؤية اما من حيث الفضل بتابعي حساب ناكلت من حيث الاتباع والفضلية يعني هذا مشان يعني متبعي صحابني وفضليتي او اني انا بروا مبتدعة بلام حقي بالضبط اوانونية. ثم اختلف في طبقات التابعين فجعلهم مسلم ثلاث طبقات وابن سعد اربع طبقات بلام اقل سد بشين دراسة بكين آية كسهات ولا اوانيك طبقات النسيبت حندق لوانيك و بدعي ينهب وتشيع ينهب وقدر ينهب وإرجاء ينهب ولا تابعين دريان كهدره ولا طبقات نانوسيت نعم كذبينا كدوا أي نسنت شو كتابعين حكم تابعين بيدري كابو شي ما بدستوا أمينة كمسلمة وشكيتانية من كان من المسلمين من كان من الموحدين. وقال الحاكم هم خمسة عشر هم خمس عشر هم خمس هم خمس عشرة طبقة الأولى من أدرك العشرة منهم حتى بعي مبشرون بالجنة بنيبت قيس بن أبي حاسم وكؤو وابن المسيب وغيرهما وغيرهما قال كأبي عثمان النهدي ففتح نايتي بكسر شيء أبي عثمان النهدي ما يشيها ابن مل عبد الرحمن ابن مل أبو عثمان النهدي بكسر أخوي بس نسيتي نهدي أقر خلنا بملا لأبو خاليك الضبط مانكت بكسر ما دام ترددم هرب فتح بيبان كأبي عثمان النهدي وقيس بن عباد وابي ساسان حضين با معجمة وابي ساسان حضين بن المنذر و حضين بالمعجمة بابن المنذر وابي وائل وابي رجاء العطاردي وغلط في ابن المسيب وتيان ابن المسيب لم غلط ابن المسيب لو أنني لم طبقني فإنه ولد في خلافة عمر فلم يسمع من أبي بكر ولا من عمر على الصحيح يعني أوي رأي صحيح بألد ك لا أبو بكر ولا عمر نبيست ولا كدوكسا لا المبشرون بالجنة ولم يسمع أيضا أكثر العشرة قاله ابن الصلاح يعني وغلط في ابن المسيب فإنه ولد في خلافة عمر ولم يسمع يعني لخلافة وانا دايقبو ولم يسمع لزورنيش النبي وقاله ابن الصلاح وقيل لم يصح سماعه من أحد منه تناوت يعني لا يجاني نبي استوى إلا سعد نبي ابن أبي وقاص قال العراقي كأن ابن الصلاح أخذ هذا من قول قتادة بلى. ولم يسمع أيضا أكثر العشرة. قالوا
بلى نيه بنوسه. قال العراقي كأن ابن صلاح أخذ هذا من قول قتادة الذي رواه مسلم في مقدمة صحيحه من رواية همام. قال دخل أبو داود الأعمى على قتادة فلما قام قالوا كاتك هستاوتيان أم فلان كسي أهو الله. قالوا إن هذا يزعم أنه لقي 18 بدريا. فقال قتادة هذا كان سائلا قبل الجارف لا يعرض في شيء لا يعرض بوشوا يعني لا يعرف لحاشكاتوا جارف يعني شون بلي هينيكا رداويكا علي اللي بيش جارف رداوي جارف أما هينيكرت تشتكي نعزاني كان سائلا يعني شو بلي يطلب في كان في بداية الطلب لا يعرف في شيء من هذا ولا يتكلم فيه يعني كان في بداية طلبه لا يعرف في شيء من هذا ولا يتكلم فيه. فوالله ما حدثنا الحسن عن بدري مشافهة يعني حسن بصري ليكسي بدري كاني نبيست وخوي لي بيست ولا حدث أما شاهدك يا ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدري مشافهة إلا عن سعد بن مالك. مقدمة لفشت السيدي كمقدمة ثاني سعد بن مالك بلى إيكي قلينا كان بونا ونراو بين جور طعون ما نيشي شان أوا ما قريت طواوة مالك اسمي أبو الوقاص شليك تانية سعد بن أبي الوقاص سعد بن مالك هو. نعم أثبت أحمد بن حنبل سماعه من عمر. نعم أثبت أحمد بن حنبل سماعه من عمر يعني سعيد بن المسيب إمام أحمد الله لا عمري بيستوى لا هي نخوين من لا بعت عثيث سماعه عن علي وعثمان مشهور وروايته عنهما في الصحيح لعلي وعثمان إيش بيستوتي كابو موضوع يعني هنديك خلافات تياهي أو كالله لا كسين بيستوى بدري إلا عن سعد بن مالك إمام أحمد لعمر وإثباتي أكاد
أو تاني لا لبو خارج هاتوا وكو إمام أحمد لعلل الله سماعه عن علي وعثمان مشهور وروايته عنهما في الصحيح بل صرح هو بشهوده لهما كما رواه عنه أحمد في العلل. وقال ابن معين رأى عمر وكان صغيرا. ابن معين الله بنيوة بلام من دربه يعني شوبه. وقال أبو حاتم رآه على المنبر ينعى النعمان ابن مقرن يعني يخبر بوفاة النعمان أو النعية. قال العراقي وأما سماعه من عثمان وعلي فإنه ممكن غير ممتنع، لكن لم أرى في الصحيح التصريح بسماعه منهما. للصحيح دانية طالما أبو لبعثث ينام أحمد الله سماعه عن علي وعثمان مشهور وروايته عنهما في الصحيح بل صرح هو بشهوده لهما. مام أحمد بخلاف عراقي وساق وبجزم شخصاك. نعم في مسند أحمد من رواية موسى بن وردان سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت عثمان يقول وهو يخطب على المنبر. سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت عثمان يقول وهو يخطب على المنبر كنت أبتاع التمر من بطن الوادي من اليهود. أبتاع يعني أشتري من بطن الوادي من اليهود، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا اشتريت فاكتل، يعني أجر كريت با أو أجري قبان وزن مصادف كذبك أجر فروشت خد بيك. أما فقهي حديثة أويك كي أفروشت أو مصادف توزين وزن لكارت ونانو ببي دابدس كابراو حتى بيشكي دعا لك ولا يخل بك علاقة نهذا إلا مقر راضي بنا بيشا. أما الشرط بيد نهذا إكيت علاقة إكيت كارتون إكيت فردا إكيت إخيت سر قبهان باري قبهانك لسر بائعة. أصلي حديثك إشلا بخارية هاتوا معنى حديثك أو إذا اشتريت فاكتل أي إذا بعت فكن كائلا، وإذا اشتريت فكن مكيلا عليك أي الكيل على البائع لا على المشتري. وهو عند ابن ماجه بلفظ عن دون التصريح سمعت سعيد بن المسيب عن نك يقول سمعت. وفي المسند أيضا بسند جيد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني شعيب أبو شيبة سمعت عطاء الخراساني يقول سمعت سعيد بن المسيب يقول رأيت عثمان قاعدا في المقاعد فدعا بطعام ما مسته النار فأكله ثم قام إلى الصلاة، يعني لم يتوضأ، يعني شتك أجر لا خوراك قاردن أجر بري كتبه أصله يكمل على بداية الإسلام وابو واحد شيء أجر بري كبه ناقض بوضو برام نسخ كلامته فأكله ثم قام إلى الصلاة الحديث فثبت سماعه من عثمان والله أعلم. وأما قيس فسمعهم وروى عنهم قيس بن أبي حازم سمعهم وروى عنهم ولم يشاركوا في هذا أحد، وقيل لم يسمع عبد الرحمن بن عوف قاله أبو داود لبعث خين من أتي وكذا قال أبو بكر بن أبي داود، يعني لبيو الله هذا الشان بيني يعني أم قصيانة كدوة. ويليهم لطبقية كم بدوة يلي الطبقة الأولى الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أولاد الصحابة
أواني كان لسدمي في غنبلة صلى الله عليه وسلم لذلك بونا كعبد الله بن أبي طلح وأبي أمانة أسعد بن سهل بن حنيف وأبي إدريس الخولاني كذا قال ابن الصلاح. وقال البلقيني هذا كلام لا يستقيم لا معنى ولا نقل. بو أما المعنى فكيف يجعل من ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يلي من ولد بعده؟ والصواب أن يجعل هذا مقدما وتلك الطبقة تليه. الطبقية كم؟ قيس بن أبي حازم أمانة صحابين ولسدمي في غمري صلى الله عليه وسلم جياون أها نا بعكس سواء أمانة تابعين لسدمي في غمري صلى الله عليه وسلم نجياون برام صحابين بنيو طبقي دوام لحياتي في غمري صلى الله عليه وسلم جياون إكاتا دوام نايكاتي يكم الله أما أبو لطبقي يكم شو كأمانة لسدمي هم لسدمي في غنبر صلى الله عليه وسلم وهم أولادي صحابا وصحابة شنبينيوا بالتأكيد شكا أولادي صحابا كابو أبي أميان با طبقية كم حساب كذايا وقال البلقيني هذا كلام لا يستقيم لا معنى ولا نقل. أما المعنى فكيف يجعل من ولد من ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يلي من ولد بعده؟ والصواب أن يجعل هذا مقدما وتلك الطبقة تليه. طبقية كم بيني بودوم دون بيته وفي الشواء أما ذروي معنى. وأما النقل فلم يذكر الحاكم ذلك ولكنه عد المخضرمين يعني أم ترتيبا حاكم وين كدو حاكم مخضرم كاني هنا مخضرم كامية مخضرم أوي كلفيش إسلامي جيابر أو عني فيش خستوه بسر أو طبقية أولادي صحابة ولكنه عد المخضرمين. ثم قال ومن التابعين بعد المخضرمين طبقة ولدوا في زمانه صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوا منه فذكر أبا أمامة ومحمد بن أبي بكر بن الصديق ونحوهما ولم يذكر عبد الله بن أبي طلحة ولا أبا إدريس. كابو أبي طبقية كان مخضرم دابن ليت شنك لسدمي فيش إسلامي جياون ولا إسلامي زجياون بلهم لبري في غنبري النبي صلى الله عليه وسلم تابعين وبو مقدمي بو طبقية كمن لبر ثمانية لبر اللي فيش إسلامي جاون دوم أوانيك والصحابيان بيني وعلى التحقيق وتشيش ولا سدمي في غنبري ابن صلى الله عليه وسلم وطبقية كم كليلة هي كقيس وأنا كلا سدمي في غنبري صلى الله عليه وسلم نجاون سدمي الصحابة جيان صحابيان بيني وربك إذا طبقية سير. ثم إن الحاكم لما ذكر الطبقة الأولى قال والطبقة الثانية الأسود بن يزيد وعلقم بن قيس ومسروق وأبو سلمة بن عبد الرحمن وخارج بن زيد وغيره كابو صنيعكي حاكم بوشيونية. والطبقة الثالثة أو طبقة دوان بوكا أولاد الصحابة الشعبي وشريح بن الحارث وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأقرانهم. ثم قالوا وهم 15 طبقة آخرهم من لقي أنس بن مالك من أهل البصرة وعبد الله بن أبي أوفى من أهل الكوفة والسائب بن يزيد من أهل المدينة وعبد الله بن الحارث من ابن جزء من أهل الحجاز وأبا أمام الباهلي من أهل الشام. انتهى كلامه يعني فلم يعد ولا فلم يعد من الطبقات سوى الثلاثة الأولى والأخيرة يعني سي طبقي باس كدوها ميباز نكدو. وأما أولاد الصحابة فلم يذكرهم إلا بعد المخضرمين فقدمه ابن الصلاح والمصنف هنا فقدمه يعني على ذكر المخضرمين فحصل فيه وهم وإلباس. أولاد الصحابة حاكم للدعاي مخضرم باسي كدوا بلان ليرا ابن صلاح ومصنف نووي وين كدوا بوي أم إلباس دلو سبيع. ومن التابعين المخضرمون لكلام مؤلف دعاي أوانا
طبقي شده المخضرمون واحدهم مخضرم كأمش باسكات لا مؤلف الله ويليهم الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أولاد الصحابة ده الله ومن التابعين يعني ومن جنس التابعين بوي إثباتك كصحابين المخضرمون واحدهم مخضرم بفتح الراء وهو الذي أدرك الجاهلية وزمن النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ولم يره ولا صحبة له. هذا مصطلح أهل الحديث فيه. أما بوت إصطلاحك أهل الحديث بكسر ألين مخضرم أو هابيت لا جاهلي جيابي ولا زمني في غنبري صلى الله عليه وسلم جيابيت ومسلمان بيت ونيبيني به بو لأنه متردد بين طبقتين لا يدرى من أيتهما هو لكم طبقة من قولهم لروي لغوة لحم مخضرم كوت اللحم المخضرم لا يدرى من ذكر هو أو أنثى يعني كابو كلمي مخضرم بو بالصحابي بو عند التابعي وتم مخضرم لبر تردد كل روي زمان و أجر قوشتك نزاني قوشتك هين يريني يا هين ميني لحم مخضرم بو لبر على دراية لي لا يدرى من ذكر هو أو أنثى كما في المحكم والصحاح محكم بن سيدة والصحاح جواري وطعام مخضرم ليس بحلو ولا مر نأو نشرين نتال حكاه ابن الأعرابي كابو أم كلمة يا المخضرمون علماء أهل حديث بوت إصطلاح بويان لبد تردد لأنه متردد طبقين مخضرم بين طبقتين لا يدرى من أيتهما هو. وقيل هنك شوتي أنا شيء مخضرم من الخضرمة بمعنى القطع من لتشيب الجداوة للغة خضرم آذان الإبل يعني قطعوها لأنه اقتطع عن الصحابة وإن عاصر لعدم الرؤية نوران مخضرمون شو كلا الصحابة دابران بالصحابة حساب ناكرين ولو لو سدمي شجياب بلان نهن بينيوا بيغمبريا صلى الله عليه وسلم نبينيوا أو من قولهم يان لا للغيان بمشي وهاتوا رجل مخضرم ناقص الحسب يعني لريب لو فايوا أو لو فايينيا. وقيل ليس بكريم النسب يعني نسبي شباشينيا رجل شباشينيا. وقيل دعي كسك لشتيق نبي يتر أجر كسي زول بها الدعية كسيك أجر أصلين بها الدعية عندك خوراكي كاتك سيركي بنوك ها بنوك فاسولاري زولك هل روي زماني كديشو بو شنك نكولا لو نيوك أو نيو يعني وقيل دعي يعني اشتيك الناوان بو باشتيك الناوان ريح خوي أو نيو. وقيل دعي وقيل لا يعرف أبواه مخضرم باكو دايش ناسيت دعية. وقيل ولدته السراري يعني كنيزك كان منالي كنيزك كان بي أو تريشي مخضرم لكونه ناقص الرتبة عن الصحابة لعدم الرؤية مع إمكانه يعني إمكان مو بيبين شو كان معاصران هي برامنين بينيوان وسواء أدرك في الجاهلية نصف عمره أم لا يعني مرجني بلي إلا قصد عمري كتبه نيوي لا إسلام نيوي لو شرطني لهذا شأن إدراكها بتواوى. والمراد بإدراكها قال المصنف في شرح مسلم ما قبل البعثة بيش أو في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم في غنبري كسيك في غنبري خواه بنيبي صلى الله عليه وسلم عفوا جيابي أو بيش
بيش يعني هاتني إسلام جيابة أو جاهلية. شكون جاهلية تاكي في الجاهلية آية تا بعثية يعني تا هجرية يعني تا تشية عيش بخي أقوالي تيها كابو تا قولية كمو كمشهورة تا بعثة في الجاهلية ندوي هاتني إسلام وويت الجاهلية نما. قال العراقي وفيه نظر والظاهر إدراك قومه أو غيرهم على الكفر قبل فتح مكة يعني بلين ما قبل البعثة والمراد بإدراكها قال المصنف في شرح مسلم ما قبل البعثة. قال العراقي وفيه نظر والظاهر إدراك قومه أو غيرهم يعني أو غيرهم على الكفر قبل فتح مكة يعني هكبا اسلامي شاتبه مگر او خو لن يو كسوكاركان يخويا كسوكاركان مگر كافر نبونا ولنيو ان نبوا چونك ادرك قومه ولو جاء الاسلام ولو ابتعث النبي صلى الله عليه وسلم ادرك قومه او غيرهم على الكفر يعني لقل هاتني بعثه ايا سر زويه اموي هو مسلمان كسنما جاهليتنا ما ادرك الجاهليه ولو بعد الاسلام چونك لقل ثاني قال سياو دانشتوا جاهل بنا فعلا كافر بنا فإن العرب بعده بادروا إلى الإسلام وزال أمر الجاهلية برام لدوي فتح مكة جاهليتنا جاهلي فإن العرب بعده يعني بعد فتح مكة بادروا إلى الإسلام وزال أمر الجاهلية وخطب صلى الله عليه وسلم في الفتح بإبطال أمرها لدوي فتح مكة نما. وقد ذكر مسلم في المخضرمين يسير بن عمرو يسير ولا حاشك عليه بشير وعليه بسير يسير بن عمرو وإنما ولد بعد الهجرة شنك إمام مسلم سيرك يسأل أدوي هجرة عمي بشي داناوة فمخضرمي داناوة لدوي هجرة جدايبوة يعني لدوي بعث النبوة. أما المخضرم في اصطلاح أهل اللغة فهو الذي عاش نصف عمره في الجاهلية ونصفه في الإسلام سواء أدرك الصحبة أم لا لا للغة أو نيوة بنيوة أو بيوتري مخضرم. فبين الاصطلاحين عموم وخصوص من وجه لبين المخضرم عموم وخصوص من وجه هي لبيني اصطلاحك لبيني لغويك. فحكيم بن حزام مخضرم نمونيك بوينتو بوي او عموم خصوص من وجهات بوحلكات. فحكيم بن حزام مخضرم باصطلاح اهل اللغة لا باصطلاح اهل الحديث لأنه عاش نصف عمره في الجاهلية ونصفه في الإسلام. ويسير بن عمرو مخضرم باصطلاح الحديث لا اللغة لأنه ولد بعد الهجرة يعني نصفي لجاهلية بسرنا بردوا بوسير عفوا يسير وكو تصحيحي كدوى. وحكى بعض أهل اللغة مخضرم بالكسر وحكى ابن خلكان محضرم بالحاء المهملة والكسر أيضا. وذكر العسكري في الأوائل أن المخضرم من المعاني التي حدثت في الإسلام يعني كلميش مولدة لكاتك إسلام هذا أم كلمة دروس كرا. أن المخضرمة من المعاني التي حدثت في الإسلام وسميت بأسماء كان في الجاهلية لمعان أخر. ثم ذكر أن أصله من خضرمت الغلام إذا ختنته أو خضرمه لبر معناه قطع
يكيد معنى كاني خضرم يعني قطعة. من خضرمت الغلام إذا ختنته، والأذن يعني خضرمت الأذن إذا قطعت طرفها. كاتيجوش كي حيوان أقرتان أو بيترشي خضرما. فكأن زمان الجاهلية قطع عليه، أو من الإبل المخضرمة، الإبل المخضرمة يعني لا تشوى مشتري مخضرم، وهي التي نتجت من العراب واليمانية. كلمة نتجت أصل أو يبي خينوب النتيجة، تلكيك كالواني يبنى على المجهول ويقصد به المعلوم، وكل شيء عارف باس ما قلت، وهي التي نتجت من العراب واليمانية. يعني أجر وشتريك بس كيف بيلا وشتريك كعراب بيا يماني بيت أو بيوتر مخضرم. عراب ويماني خلاف بخاتين البخاتي يا البراذين. شنك أجر هو اشتريك بيبوت بخاتي من البختي يعني، ومن الإبل السريعة السير. هاد شيء لوان نازل نشيبه التلقيح بكري يعني. المهم بس شكيل لوان بيت من العراب واليمانية وبيوتري الإبل المخضرمة. قال وهذا أعجب القولين إلي، يعني لم ذو قولك باسيك تمان وإخيريان باشترا لبر قطع. وعدهم مسلم بن الحجاج أوانك مخضرما ها بمخضرم تواكن. وعدهم مسلم بن الحجاج فبلغ بهم 20 نفسا. مخضر مكاني كوكل وتوى إمامي مسلم جاندوني با بيسكس أبو عمرو سعد بن إياس الشيباني وسويد بن غفلة بفتحتين وشريح بن هانئ ويسير بن عمرو بن جابر وعمرو بن ميمون الأودي والأسود بن يزيد النخعي والأسود بن هلال المحاربي والمعرور بن سويد وعبد خير بن يزيد الخيواني وشبيل بن عوف الأحمسي ومسعود بن حراش أخو ربعي يعني ربعي كوي حراش ومالك بن عمير وأبو عثمان النهدي وأبو رجاء العطاردي وغنيم بن قيس وأبو رافع الصائغ وأبو الحلال العتكي بفتحتين عتكي واسمه ربيعة بن زرارة وخالد بن عمير العدوي والثمام بن حسن القشيري وجبير بن نفير الحضرمي. معنى مخضرم بلام نووي الله زياتر وهم أكثر من ذلك. وممن لم يذكره مسلم أو عليك إمام مسلم باسي نكذب أبو مسلم عبد الله بن الثوب والفعل بوزن عمر الخولاني والأحنف واسمه الضحاك بن قيس وعبد الله بن عكيم وعمر بن عبد الله بن الأصم وأبو أمية الشعباني وأسلم مولى عمر وأويس القرني وأوسط البجلي وجبير بن الحويرث وجابر اليماني وشريح بن الحارث القاضي وأبو وائل شقيق بن سلمة وعبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي وعبد الرحمن بن غنم باء غين نون ميم وعبد الرحمن بن يربوع وعبيدة بن عمرو السلماني وعلقمة بن قيس وعلقمة بن قيس
وعلقمة بن قيس بن أبي حازم وكعب الأحبار ومرة بن شراحيل ومسروخ بن الأجدع وأبو فالج الأناري. قيل وأبو عنبة الخولاني، هذا ما ذكره العراقي. ومنهم ممن لم يذكره عندك شيء أجباسين كذوا، الأباء بن قيس الأسدي والأجدع بن مالك الهمداني، همداني نك همذاني كي الأباء الأحنف بن قيس الأباء نسيتي ابن قيس الأسدي والأجدع بن مالك الهمداني والد مسروق وأبو رهن أحزاب ابن سيد السمعي وأرطاءة بن سهية وهي أمه يعني دايش أرطاءة وأبوه أبوي أرطاءة يعني ناوي زفر أويش وأبوه زفر بن عبد الله الغطفاني المزني وأرطبان المزني جد عبد الله بن عون وأرطاءة بن كعب الفزاري في خلائق عن هيتريشان. ذكرهم شيخ الإسلام ابن حجر في كتاب الإصابة وأرجو أن أفردهم في مؤلف إن شاء الله تعالى. يعني قريش بوهي واي وابوكا كوين كاتوا ونكا مخضرا من همين ليكتبك وكاتوا وصلى الله على محمد. خلي كان.